شركة الإبداع الخليجي للتدريب والاستشارات تقدم أخصائي التخطيط الاستراتيجي للمدرب غياث هواري، مدرب ومستشار تنفيذي في مجال التدريب القيادي والتخطيط الاستراتيجي وتطوير المناهج. تغطي محاور الدورة: التفكير الاستراتيجي، التخطيط الاستراتيجي، التنفيذ الاستراتيجي، التقييم الاستراتيجي، الاستدامة الاستراتيجية. يحصل المشارك على شهادة Strategic Planning Specialist من شركة Horizons Learning البريطانية والمعتمدة من معهد القيادة والإدارة البريطانية، حيث ستعقد الدورة في التواريخ التالية في دولة الكويت.